يبحر ماجد في سنته الثانية من عقد عمره الثاني بطفولته كلها فرح بعد مرض داهمه في سنه الثامنة أصابه بالتهاب السحايا تسبب له بشلل تام حتى أعماه عن البصر، غير أن الله سبحانه وتعالى عوضه بعيني أم باتت كل جوارح ابنها. جبت ماجد كترفيه كعلاج، طبعا ماجد كان ما يتحرك، ما كان على الورشير العربية، كان ما يقدر يمشي، ما يقعد في الحصان مظبوط، يعني إلا وأنا يعني مربطينه أو ماسكينه من هنا من عن طريق حزام أو شيء من الخصر، كان طول الوقت هو كده جالس. طبعا مع التمارين أرفع ظهرك أرفع ظهر، صار حتى حافز لماجد، يعني ماجد لما يعاند ولا يعمل أي حاجة ماجد ما في حصان يقول لي لا خلاص 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 أتوب، يعرف إنه صار هذا حافز، يلا إمتى الحصان، مستني يوم الخميس عشان يجي. وبعد عامين من أسر كراسي الإعاقة المتحركة لا نصدق أن ماجد أصبح يمتطي الخيل ويمارس الرياضة الفروسية المتخصصة لعلاج الإعاقة الجسدية برفقة عدد من المختصين بعلاج حالته. ماجد إحنا من جانا من هنا كانت بسنده نفرين كذا، أسأل الحمد لله يمشي على واحد، شايفه أنت زي ما شفته يمشي على واحده، وبعد ده غسل قاعد يركب ويمسك الحصان ويمشي يمين شمال. جبت تدريبات أسبوعين، يجي كل أسبوع ما شاء الله يركب حوالي نص ساعة، وفي تمارين زي ما شفتوا رفع الإيد كرة ومسابقات، مو بس جسديا كمان عقليا بيتحسن ما شاء الله. يعني when we first met Majid في السابق كان ماجد وزنه زائد ولا يستطيع المشي بصورة سليمة، الآن وبعد سنتين وجدت كثير من التطور فهو يستطيع المشي وأصبح سعيداً. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، مثل ضربت به أم ماجد أروع المثل في انتشال ابنها من تحت براثن الشلل والمرض إلى عتبات حياة أبصر بها بفضل قلب أم حنون عاش به حياته التي باتت بها أمه الأم المثالية في عدد من المحافل التي كرمتها. مش الأم المثالية بس، أنا الأم المميزة في إيش؟ أولادي حيدرسوا هندسة النانو، سعيد إن شاء الله بإذن الله حيدرس، حيروح أمريكا يدرس هندسة النانو إن شاء الله، هو اليوم إن شاء الله جاي من الرياض إن شاء الله بإذن الله يكون وافقوا له على الابتعاث. أحمد إن شاء الله بإذن الله دحين ثالثة ثانوي إذا خلص يلحقوا، طبعا محمد إن شاء الله بإذن الله ثالثة متوسط إذا خلص إن شاء الله بإذن الله يلحق أخوانه إن شاء الله بإذن الله. ماجد حيجي برضو حيكون له فايدة وقيمة لهذا البلد. اليوم أنا طالب أقول ماجد يحتاج هذا البلد، بكرة ماجد يختم بلده. وبعد مسافات المرض التي قطعها ماجد وهو مقعد أصبح اليوم ينعم بحياة تدب في أطراف جوارحه التي تعشق الرسم وتقود الخيل الذي نرى ماجد من فوقه. يودعكم، فسبحان من أحيى العظام وهي رميم. لـ NBC في أسبوع بدر الشريف.